لو متابع السوشيال ميديا بقالك فترة، فأنت أكيد بأي شكل من الأشكال عدى عليك خبر إن في غواصة فيها ناس أغنياء نزلوا أعماق المحيط علشان يستكشفوا بنفسهم حطام وبقايا سفينة تايتانيك. وأكيد أول ما تسمع حاجة زي كده هتسأل نفسك أكتر من سؤال، ليه ناس أغنياء يدفعوا مئات الآلاف عشان يتفرجوا على حطام سفينة تم اكتشافها قبل كده وفيديوهاتها موجودة في كل مكان، وإزاي غواصة زي دي تنفجر بسهولة كده والناس التقيلة اللي عليها دي تموت، وإيه الوقت ده بالذات اللي تظهر فيه الغواصة دي وكمان الناس اللي عليها واللي ما كانوش مشهورين قوي قبل كده علشان تبقى في يوم وليلة حديث العالم كله. الفيديو ده هحاول أجاوبك على كل الأسئلة اللي دارت في بالك. قبل أي حاجة، فأنت لو متعرفش السفينة اللي رايحين يدوروا عليها، فهي سفينة تايتانيك اللي اتدمرت سنة 1912 بعد رحلة كان عليها أغنى أغنياء العالم. أيوة بالظبط، زي ما حصل مع الغواصة كده. طبعا بيقال إنها اتصدمت بجبل تلج وكانش فيه قوارب نجاة كفاية، لأنهم كانوا متأكدين إن دي أقوى وأكبر سفينة في العالم ولا يمكن إنها تتدمر. مات عليها ناس كتير راحوا مع الحطام وعاش منهم عدد بسيط جدا. وبالنسبة لحطام السفينة، فتم اكتشافه بعد 73 سنة من غرق السفينة، واللي وصل عمقه ل 12500 قدم تحت المحيط، يعني حوالي 3800 متر تقريبا. طبعا نظريات تايتانيك كتير والألغاز عليها أكتر وعاوزة فيديوهات كتير لوحدها. تعال بقى نتعرف سوا على غواصة تايتان. Let's take a look at Titan. So we're coming into the sub. This is the only toilet available on a deep diving submersible. Well, we keep a couple of spares on board just in case. This is the second year we've been out to the Titanic. We went out in eight-day missions. والحقيقة إنها مش غواصة، هي غطاسة، لأن الغواصة حجمها أكبر من كده بكتير، واللي صنعتها شركة أوشن جيت واللي كان صاحبها ستوكتون راش، واللي بقول كان لأنه أيوة كان معاهم على الرحلة. الغطاسة طولها حوالي 7 متر ووزنها أكبر من 10 طن، وتصنعت من الكربون فايبر عشان تخفف وزنها وتستحمل الضغط العالي في أعماق البحر، واللي على حسب الأرقام فالغطاسة دي كانت تقدر تغوص لحد عمق 4000 متر تحت سطح البحر، وده طبعا اعمق من حطام تايتانيك، ده غير ان حجمها بيسمح لها بوجود 5 ركاب فقط، وكمان مفيش اماكن معينه يقعدوا عليها، وكانت مجهزه باكسجين يكفيهم 96 ساعه، وده كان كفايه بالنسبه لعمر الرحله اللي كان المفروض هياخد 8 ساعات. كل الامكانيات دي يا صديقي بتحتاج وحدات تحكم عملاقه، لكن في الحاله دي كانت وحده التحكم عباره عن دراع بلاي ستيشن. اه والله زي ما بقول لك كده. او هنا بقى بالذات ما ينفعش تقول دراع بايظ، دي ارواح ناس يا معلم. بالنسبه بقى للخمس اشخاص اللي متعرفش الفراغ قتلهم قوي يعني عشان ينزلوا يتفرجوا على تايتانيك، واللي كان مقابل تذكره رحله ب 250,000 دولار، يعني يا ربنا يرزقنا بالفراغ اللي بالمبلغ ده والله. الخمسه دول كانوا عباره عن قبطان واربع ركاب. القبطان اللي ذكرناه في الاول ستوكتون راش، صاحب فكره الغطاسه وصاحب شركه اوشن جيت اللي صنعت الغطاسه نفسها، واللي ما تعرفوش بقى انه قبل كده حاول فعلا انه يوصل لحطام تايتانيك لكنه فشل مرتين، ده غير طبعا زوجته اللي اهلها كانوا من الاغنياء اللي على متن تايتانيك واللي ماتوا سنه 1912. اما الاربع اشخاص الباقيين فمنهم هامش هاردينج، الراجل ده عنده 58 سنه ودي مش اول مره يعمل تجربه مجنونه زي دي، لانه قبل كده شارك في تجربه تشالنجر ديب واللي كانت وصلت لاعمق منطقه في المحيط الهادي على كوكب الارض، وسافر قبل كده للفضاء فالدنيا معاه في اللذيذ منه. تاني واحد بقى هو بول هنري نارجوليت، الراجل ده عنده 77 سنة وهو أول شخص قاد رحلة استكشافية لتايتانيك، ده غير إنه زار الحطام حوالي أكتر من 35 مرة. أكيد في حاجة مبهرة في الخشب المتكسر هناك عشان يرجعوا له كل المرات دي. بالنسبة لآخر شخصين فهم الأب شاهزادة داوود، رجل أعمال بريطاني من أصل باكستاني، وابنه سليمان داوود واللي عنده 19 سنة، وكل علاقتهم بالمحيط وتايتانيك هي إنهم بيحبوا التصوير والطبيعة ومعهم فلوس كتير. اللي حصل ان الخمس اشخاص دول اتعرض عليهم رحله لاستكشاف حطام تايتانيك مقابل تذكره قيمتها 250,000 دولار بعلامتنا غطاسه تايتان اللي صنعها واحد من اللي هينزل معاهم يستكشف الحطام. والغطاسه دي على كميه التجهيزات اللي فيها الا انها لم يتم فحصها تحت اي جهه رسميه مختصه، ده غير ان العقد اللي مضوا عليه كان فيه جزء خاص بينص على ان احتمال الوفاه موجود ونسبه مش قليله جدا، ان العمق اللي هينزلوا عنده كمية المخاطرة فيه كافية لعدم نجاة اي شخص، ومع ذلك كملوا. وفعلا في يوم الاحد 18 يونيو اللي فات قرروا انهم ينطلقوا من جزيرة نيوفوندلاند في كندا لنقطة تواجد الحطام ونزلوا بالغطاسة. We're sealed. We're in here. All right. All right, we're inside and sealed in the submarine. I'm excited. First time in a submarine. It looks really cool in here too. Oh my God. We are
وبعد حوالي ساعة و 45 دقيقة تقريبا انقطع الاتصال اللاسلكي بالمقر الخارجي، واللي كان المفروض ان خفر السواحل الامريكي ياخد خبر فورا، الا ان الخبر ما وصلش الا بعد 12 ساعة من انقطاع الاتصال. وزي ما قلنا قبل كده ان الاكسجين الموجود في الغطاسة يكفيهم 96 ساعة. خفر السواحل بدأوا تحدي مع الوقت انهم يوصلوا الغطاسة قبل صباح يوم 22 يونيو، لان بعدها هيكون الاكسجين انتهى. معلومة بس على السريع كده، وهي ان الغطاسة دي كانت مغلقة من الخارج، يعني محدش يعرف يفتحها من جوه، لازم من بره وبمعدات خاصة كمان. المهم ان عملية البحث كانت عملاقة بمشاركة البحرية الامريكية والكندية والفرنسية، واللي بعد ساعات من غرق الغطاسة رصدت محطة امريكية لرصد الغواصات صوت انفجار حصل جوه المحيط، وشكوا وقتها ان دي الغطاسه وبلغوا بها خفر السواحل. يوم الخميس 22 يونيو صدر بلاغ بموت الخمس اشخاص اللي على متن السفينه. بعد ما ظهر قطع بيقولوا انها من حطام الغطاسة، وانها فعلا حصل لها امبلوشن، وده بسبب ضغط المحيط الشديد واللي الغطاسة ما قدرتش تستحمله، مع انها خاضت الرحلة دي اكتر من مرة قبل كده، ولسه التحريات والاستكشافات ببقايا الغطاسة لحد النهاردة. بعد المعلومات اللي سمعتها دي يا صديقي انا حاسس بيك، وعارف ان تساؤلات مش بتخلص، واللي من بينها انه ليه الوقت ده بالذات اللي تظهر فيه حاجة كبيرة زي كده تعمل انقلاب في العالم كله، وكأنها بتغطي على حاجات تانية كتير اكبر بتحصل او هتحصل، واللي بنشوفها حاليا في امريكا وفرنسا وغيره، والمراحل اللي داخل عليها العالم من انتخابات مختلفة وصراعات سياسية واقتصادية عالمية، بالذات ان دي مش اول غواصة تغرق وتختفي يموت اللي عليها. ولو ده مش مثير قوي بالنسبة لك، فتعال اقول لك ان مسلسل The Simpsons، واللي احتمال يكون مر عليك قبل كده، المسلسل ده زي ما المشاهد بتاعته تحولت لسيناريوهات حقيقية على ارض الواقع، اللي حصل ده برضه كان من ضمن المشاهد اللي اتسجلت في المسلسل ده ومن اكتر من 10 سنين، من اول الغواصة الصغيرة والاب وابنه اللي نازلين يستكشفوا حطام السفينة، وصولا للابن اللي بيجري ورا سمكة اللي بتخلي الغواصة بتاعته تخبط في مكان ما يعرفش يتحرك منه، ويبدا تحذير الاكسجين انه يقل بالظبط زي ما حصل مع الغطاسة. في كمية تشابه غريبة ومخيفة في الموضوع، وده طبعا مش اول مرة المسلسل ده يتوقع حاجات زي كده. ده غير طبعا ان في جانب تاني خالص توقع اللي حصل ده، العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، واللي بتيجي تتوقع وتتنبأ بحوادث وسيناريوهات مستقبلية. وايوه يا صديقي، توقعت الغطاسة دي بالظبط بكل السيناريوهات اللي حصلت. ارى الانظار ومعها الاعلام يتجهان الى غواصة نووية في البحر بسبب حدث مؤسف يجعل العالم يتأهب امام حالات القلق والخوف والحذر. وده كان سنة 2021، يعني من سنتين من دلوقتي، وليها تنبؤات كتير وحصلت فعلا. طبعا كلنا متفقين على انه كذب المنجمون ولو صدقوا، بس التوقع بالتفاصيل دي يخوف ويحسسك انهم فعلا لهم ايد في اللي بيحصل، ويمكن كمان هم اللي بيتحكموا في كل اللي بيحصل واللي لسه هيحصل. في نهاية الفيديو ده يا صديقي اتمنى يكون عجبك والمعلومات كانت قيمة بالنسبة لك، ولو انت لسه مكمل معايا لحد دلوقتي عرفني حالا في الكومنتات علشان نظهر تعليقك في الفيديو اللي جاي، واللي عاوزك تقترح افكار لي تحت في الكومنتات. انا احمد شحاتة ودي قناة ببساطة، اشوفك في فيديو تاني.